الخبير الاقتصادي، اهلا بك يا اهلا دكتور. وسهلا. انا الوحيد اللي مش دكتور، كلكم بسم الله ما شاء الله دكاتره. طيب ابدا مع حضرتك دكتور فخري، احنا رايحين على فين؟ احنا رايحين على فين؟ اولا احنا البوصله الاقتصاديه من حوالي سنتين اتحطت على الطريق الصح. احنا كنا ماشيين في اتجاه معاكس، لكن من بعد 30 يونيو اعتقد ان احنا قدرنا نحط رجلينا على الطريق الصح. الكلام دلوقتي احنا بنقول طيب حطينا رجلينا على الطريق الصح، الخطوات اللي احنا خطوناها في هذا الطريق هل هي يعني بوتيرة كويسة؟ نقدر نقول الاقتصاد بدأ يعني يتحرك ويحقق نمو، هذا النمو يقدر يغطي الزيادة في الأفواه اللي هو السكان اللي هو 2.5%؟ أعتقد إحنا قطعنا أول خطوة في طريق الألف ميل، لكن المشوار طويل وصعب. إحنا دلوقتي بنهيئ وبنجهز الاقتصاد على إنه خلال فترة السنتين اللي فاتوا دول إن الاقتصاد يعني على الأقل ينمو بمعدل يفوق معدل نمو السكان. السنة اللي فاتت الحمد لله ما تحقق انه معدل النمو الاقتصادي وفقا للحكومة المصرية، وفقا للمؤسسات المالية الدولية، ووفقا لوكالات التصنيف الائتماني. يعني احنا في كام دلوقتي؟ 4.8 بس احنا دلوقتي متوقع تبقى على 4.8 تربل بي دلوقتي. احنا بالنسبه للتصنيف لا، احنا بنتكلم على التصنيف الائتماني، بنتكلم على معدل النمو بي كان بي سالب، بقت بي نظره مستقبليه، والجزء الثاني النظره المستقبليه كانت زمان من بعد 25 كانت سلبيه، ثم اصبحت مستقره، ثم اصبحت ايجابيه. طيب جميل جدا. عاوز اقول لك بقى انه احنا عاوزين نسرع بقى في فترة اللي هي السنة اللي احنا فيها، عاوزين معدل نمو 5%، السنة الجاية تبقى 6.5%، عاوزين تسريع وتيرة النمو. ازاي ده يحصل؟ مهم عندي دلوقتي ان انا محركات الاقتصاد بتاعتي، المحركات بتاعتي هي صادراتي اللي بتجيب نقد اجنبي، محركات الاقتصاد المصري السياحة. قلت ما انا عاوز اقول احنا هنتكلم دي المحركات. السياحة لو كنا هنتكلم بقى يعني قلت ولا زادت، الصادرات بتاعتنا قلت خلال التسعة اشهر اللي فاتوا بحاجة قريبة من 20%. طبعا ده له سبب. السياحة شغالة بتقريبا 60% من طاقتها، اللي وصل لأقصى طاقة وصلت لها كان سنة 2010 12 مليار دولار، عملت السنة اللي فاتت 14 7 مليار دولار بفارق 5 مليار دولار. لكن السنة اللي فاتت أفضل، السنة دي مفروض نبقى أفضل وأفضل. عندنا كمان المحرك الثالث وهو لقناة السويس. قناة السويس بصراحة يعني لم تكل ولم تتعب حتى خلال الثورتين، يعني بتدي بتضخ في الاقتصاد المصري وبتعمل بكل طاقة، اللي هو الخمسة مليار لخمسة ونص مليار. طبعا مع قناة السويس الجديدة بشكلها الجديد المفروض ان هي في هذه الحالة. طيب. احنا منتظرين تعطينا اكتر من الخمسة الخمسة ونص مليار، تدينا ستة مليار خلال عام. عندنا المحرك الرابع وهو الاستثمارات الاجنبية المباشرة. طبعا دي احنا شغالين بحوالي 40% مما كنا عليه في سنة قبل الأزمة المالية العالمية. احنا كنا وصلنا 13.2 مليار دولار كانوا بيضخوا في جسم الاقتصاد استثمارات أجنبية مباشرة. النهاردة حسب آخر إحصائية السنة اللي فاتت 4.5% مليار. لو قارنت 4.5 بالنسبة ل 13 أكيد طبعا فرق كبير جدا. إذا المحركات بتاع الاقتصاد بتاعتي لازم أشتغل عليها. طيب. احنا اشتغلنا على الجزء الاختلالات المالية، اشتغلنا على جزء الموازنة، عملنا فيه شغل كويس. لكن في خلالين تانيين ما اشتغلناش عليهم كويس. اللي هرجع اللي هم بقى نقول عليهم. الميزان المدفوعات بتاعي اللي هو الميزان التجاري تصديرا واستيرادا واستثماراتا، ده الميزان المدفوعات ده مش في صالحنا. لا، في خلل شديد ما تعالجش كويس. الحاجة الخلل الثالث اللي ما تعالجش ايضا وهو انه معدل النمو في السيولة النقدية اللي بيضخها البنك المركزي والجهاز المصرفي كله بتزيد بمعدل اكتر من قدرة الاقتصاد على انه ينتج سلع وخدمات، وبالتالي السيولة ضغط على الاسعار، وبالتالي الغلاء ده موجود، الغلاء والتضخم موجود.